بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الاثنين الماضي ونحن في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، وفد مصري جاء ليتابع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة والمباحثات التي جرت مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وكان هناك وفد رفيع المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التطرق إلى كثير من القضايا سواء المتعلقة بالعلاقات المصرية السعودية أو تلك المتعلقة بالأوضاع السياسية، خاصة انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على عالمنا العربي. بالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية عميقة لهذا الأمر نتيجة التطورات الحاصلة ونتيجة معرفته بهذا الملف ونتيجة الأوضاع المستجدة التي بالفعل كان لها انعكاساتها وتداعياتها على المنطقة وعلى مصر على وجه التحديد. وبالتأكيد أن هذه العلاقات كما هو معروف تطرقت إلى أوضاع داخل منطقتنا العربية، سواء ما يتعلق بالقمة العربية المقبلة في الجزائر، كان هناك اتفاق حول وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بضرورة لم الشمل العربي، بضرورة أن تأخذ القمة على جدول أعمالها القضايا الهامة وأن تطرح على جدول الأعمال مواقف مبدئية ثابتة فيما يتعلق بأزمات المنطقة، القضية الفلسطينية وقضية اليمن وغيرها من القضايا المطروحة عربيا. وأتصور أن هذا التعاون المشترك ما بين المملكة العربية السعودية وبين مصر، والذي يقوم على ركيزة الأمن القومي المشترك لكلا البلدين وما يتعلق بضرورات هذا الأمن في المرحلة القادمة، خاصة أننا الآن جميعا نتابع أحداثا دراماتيكية موجودة على الساحة الدولية، وهناك ما ينبئ بخلق عالم متعدد الأقطاب. ربما لن تكون واشنطن وحدها صاحبة الحل والعقد في العالم، وتترأس هي ذاتها مجلس إدارة العالم وتصبح صاحبة القرار الفصل في كل ما يتعلق بالقضايا. من المؤكد أن هذه الأزمة ستكون لها بالتأكيد تأثيراتها على الجميع. نحن نعرف أن أسعار النفط في ارتفاع مستمر اليوم، وأنا أحدثكم أكثر من 140 دولار. هناك توقعات وتحذيرات من الروس بأن برميل النفط يمكن أن يصل إلى 300 دولار في حال حظر البترول الروسي عن دول العالم. هناك حديث عن ضرورة الاستعداد للردع النووي، وهذا أمر حقيقة يثير كثيرا من القلق في العالم. في كل الأحوال أعتقد أن جدول أعمال المباحثات بين القيادتين المصرية والسعودية كان النقطة الأساسية والمحورية فيها هو انعكاسات الأزمة الأوكرانية الروسية على العالم بأسره وعلى العالم العربي على وجه الخصوص. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجد تفاهما كبيرا من القيادة السعودية فيما يتعلق بهذه التأثيرات، فيما يتعلق بمخاطر ما هو قادم، فيما يتعلق بالاستعدادات المشتركة لوضع حد لمحاولات الهيمنة على العالم العربي وعلى القرار العربي. قوى أخرى تساند الحوثيين في الجنوب كما نعرف. مصر أبدت دائما كلامها مجددا في حماية الأمن الخليجي، الأمن السعودي، الأمن الإماراتي، الأمن الخليجي بشكل عام، هو كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ذلك جزء من الأمن القومي العربي. في كل الأحوال الزيارة رغم أنها كانت ساعات قليلة لكن كانت لها الحقيقة نجاحاتها المهمة التي رأيناها هنا في وسائل الإعلام السعودية، رأيناها في أقوال المحللين وأيضا من مصادرنا الخاصة هنا داخل المملكة. هنا الوفد المصري من الصحفيين والإعلاميين زار معرض الدفاع العالمي الذي أقامته المملكة العربية السعودية على مساحة 800,000 متر وبحضور 54 دولة من بينها مصر أيضا كانت موجودة، ولذلك
ذهبنا إلى العديد من هذه المعارض، ذهبنا إلى المعرض السعودي ولاحظنا ورأينا هذا التقدم التكنولوجي فيما يتعلق بالمعرض العسكري أو فيما يتعلق أيضا بوزارة الداخلية السعودية، وكيف استطاعت بالفعل أن تحدث رقمنة كبيرة جدا في كل آلياتها وفي كل مؤسساتها المختلفة. أيضا ذهبنا إلى المعرض المصري إلى جانب المعارض الأخرى، وكان لنا هذا اللقاء مع السيد اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج. أعمال معرض الدفاع الدولي بالمملكة العربية السعودية، التقينا السيد اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي. سيادة الوزير، ما هو الجديد في مشاركة مصر في هذا المعرض في هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك أستاذ مصطفى. وحقيقي إحنا دايما بنصر إن في كل معرض يبقى فيه منتج جديد ما تعرضش قبل كده. في معرض الدفاع العالمي السعودي الأول احنا بنعرض الصلب المدرع، ده انتاج جديد لينا، وده كان بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا ابتدينا ننتج العربيات المدرعة. السعودية بتنتج عربيات مدرعة، الامارات، الاردن، السودان، فالدول العربية بقى لها شوط كبير وباع كبير في الانتاج عربيات مدرعة. الخامة الاساسية ليه هو الصلب المدرع، لو اتقطع عننا لأي سبب سياسي، عسكري، صحي، كوفيد-19، الخطوط دي كلها هتقف. فكان التوجيه من سيادة الرئيس ان احنا نمتلك قدرة تصنيع الصلب المدرع، ونجحنا الحمد لله بفضل الله، وده بالتعاون بين وزارة الانتاج الحربي والقطاع الخاص اللي احنا ما بنغفلوش، اللي احنا حاطينه تحت عينينا وبنستفيد بخبراته، وانتجنا الصلب المدرع من اول سمك 3.5 ملي حتى 15 ملي، يحقق حماية لحد ستانج 3، حاجة رائعة انا فخور بيها جدا، وبعتبر ده مش منتج جديد، منتج جديد ومتميز، ومعظم الزوار المعرض ركزوا عليه وطلبوا ان هم يتعاقدوا معانا، خاصة ان احنا زي ما قلت لهم كده، وقت ما تقولوا عايزين هتلاقوا البضاعة. سعر احنا تقريبا تلتين سعر العالم. طيب سيادة الوزير، ربما مصر الحقيقة يعني خلال الفترة الأخيرة وتحديدا خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام السلطة في البلاد، أحدثت نقلة نوعية في الصناعة العسكرية، خصوصا سواء في الانتاج الحربي أو في الهيئة العربية للتصنيع. كيف ترى مستقبل الصناعة في علاقاتها مع الدول العربية؟ الصناعة هتتطور محليا مش بمفردها، لازم يبقى في تعاون، في تكامل، سواء دول عربية أو دول أجنبية من أوروبا أو من آسيا أو من أمريكا. لازم نحترم التكنولوجيات اللي هم وصلوا لها، وده اللي طبقناه مع الجانب الكوري في العقد اللي وقعناه مؤخرا لإنتاج المدفع K9A1EG. ده مدفع مصري خلال عام هيكون بينتج في مصانعنا، مصنع 100 ومصنع 200.
الحاجة الجميلة في الموضوع ان احنا انتجنا الذخيرة بتاعته قبل ما ننتج المدفع. احنا فعلا بننتج الذخيرة 155 ملي لهذا المدفع، وكوريا خدت منه عشان تجرب مدفعها لما قدمته لينا. مدى الثقة للجانب الكوري في المنتج المصري. احنا في على هامش المعرض انا التقيت بمعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس احمد العهري، واتفقنا ان احنا على الارض لازم يبقى فيه خطوات جادة، يبقى فيه تعاون وتكامل. احنا نشوف بعض، هو عنده ايه انا عندي ايه، احنا مش عارفين بعض حتى الان. المعرض ده جه فرصة ان احنا نشوف الصناعات السعودية، وهم من خلال ايدكس شافوا ولقينا ان في مجالات كتيرة جدا ممكن نتعاون فيها ونطلع منتج عربي عربي. سيادة الوزير، بعد النجاح المبهر لمعرض ايدكس في الفترة الماضية، كيف ترى معرض الدفاع العالمي السعودي؟ معرض الدفاع العالمي السعودي يعني تميز ان هو شاف الاخرين قبل ما يبدأ، وبالتالي حط في اعتباره مش العيوب، ايه ازاي يبقى هو مميز كمعرض. هو عمل عروض خارجية كتيرة اثناء الفعاليات، ده جزء احنا مش منفذينه عندنا، ان شاء الله من النسخة الثالثة هننفذه ان شاء الله، فدي يمكن اضافة هنا جيدة. جامع معظم الاسلحة تحت مظلة واحدة، سواء البرية البحرية الدفاع الجوي الفضاء. هو حقيقي معرض متميز، وأنا بهني الشقيقة المملكة العربية السعودية على المعرض ونجاحه. المشاركين يمكن وصل 600 جهة، وعدد الدول 42 تقريبا في أول نسخة، دي حاجة جيدة جدا. بعد هذا اللقاء الحقيقة أيضا كان لنا لقاءنا مع اللواء عبد الغني الصغير، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لأن الهيئة العربية للتصنيع أيضا مشاركة فيها. معرض الرياض العالمي، معنا السيد اللواء عبد الغني الصغير، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع. سيادة اللواء، ما هو الجديد، ما هو المنتج الجديد الذي جاءت به الهيئة إلى هذا المعرض؟ الهيئة العربية للتصنيع فيها منتجات جديدة زي مركز إدارة الحركة الجوية، وده منتج مصري 100%، والرواد من الدول الأخرى انبهروا بيه جدا جدا جدا. في منتجات، بعض المنتجات العسكرية الرائعة، فكرة بسيطة جدا زي فاتح الثغرات وناسر الثغرات. فاتح الثغرات ده ممكن يفتح ثغرة تخدم القوات المشاة أو قوات المدرعات، وبوقت بسيط جدا. هذا بخلاف طبعا الطائرات المسيرة، لأن ده مجال جديد، والهيئة العربية للتصنيع اشتغلت في النوت واشتغلت بعض الطائرات المسيرة. برضو عندنا اسلوب بسيط جدا ومش محتاج تكنولوجيا زي القاذف الرباعي، وده بنقدر نحارب بيه الارهاب في كل حاجه ويخفف الوزن.
بدل ما هو القديم من الأربعين لونشر بيبقى رباعي في الوزن وممكن بيتجهزوا وبطاله في 2 لـ3 دقائق. كل منتجات جديدة في الهيئة العربية للتصنيع. سيد اللواء، عايز أعرف يعني أوجه التعاون المشترك وإحنا في معرض الرياض العالمي للدفاع، أوجه التعاون المشترك اللي بتقوم بيها الهيئة العربية للتصنيع مع كافة الدول في مجالات تطوير السلاح. الموضوع ده أساسا القيادة السياسية مهتمة بيه جدا، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيادة الفريق عبد المنعم طراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، من توجيهات ان يتم كل التسهيلات للدول العربية، الدول الافريقية الشقيقة. مركز زي مركز عمرة الهليكوبتر ده كنا بنطلع طيارات الهليكوبتر بره، طيب العمرات تعمل مركز اقليمي في مصانع حلوان، وده مركز يشيل 20 طيارة في وقت واحد. بدي تسهيلات كتيرة جدا للدول الافريقية والدول العربية، بدل ما كنا نقول غريب ان المركز ده بيعمل الطيران الروسي والطيران الفرنساوي في وقت واحد، ودي حاجة كويسة جدا. احنا جالنا في بروتوكولات بتتوقع وفي طلب زيارات يشوفوا المصانع، وطبعا تبقى للتوجيهات رئيس الهيئة احنا موافقين، وقلنا الناس كلها تشرفنا في اي وقت ونقدر نعمل لهم فيديوهات، لو ما حبوش حتى يجوا نقدر احنا نروح لهم. احنا فاتحين ايدينا لكل الاخوة العرب والافارقة في المعرض ده بالذات. شكرا جزيلا سيادة اللواء. شكرا جدا. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مهمة. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتشهد العلاقات بين البلدين واحدة من أزهى عصورها بفضل التنسيق والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انعكس بشكل واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين خدمة لمصالح شعبي المملكة ومصر. ولدى وصول سيادته العاصمة الرياض كان في استقبال سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وكبار رجال الدولة في السعودية وأعضاء السفارة المصرية في الرياض. وعقب مراسم الاستقبال رحب سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن سمو الأمير محمد بن سلمان اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر اليمامة، حيث كان في استقباله جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والذي رحب بالسيد الرئيس ضيفا عزيزا على المملكة، مثمنا العلاقات المصرية السعودية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، مشيدا بالمواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن.
من جانبه أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية السعودية قيادة وشعبا، وأهمية دفعها لآفاق أوسع في إطار ما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية، وأهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور بسبب الأوضاع التي يشهدها الشرق الأوسط والتحديات الأمنية التي تضفي المزيد من الأعباء على الرياض والقاهرة، من أجل العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة. احتفلت قنا في 3 مارس بعيد قنا القومي، وحضر الحقيقة عدد كبير جدا من كبار المسؤولين وعدد من الوزراء. حضرت السيدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كانت موجودة هناك، وأيضا حضر السيد وزير السياحة والأثار خالد العناني، وحضر كثير من المسؤولين، دكتور هيثم علي الحاج حيث رئيس الهيئة العامة للكتاب، حيث افتتح هناك معرض الكتاب. أيضا حضر رئيس الهيئة العامة قصور الثقافة، وعدد كبير جدا الحقيقة من المسؤولين كانوا موجودين هناك وتجولوا في قنا، وشهدنا حفلا فنيا كبيرا في معبد دندرة، وكان هذا الأمر له دلالته المهمة الحقيقة في هذا الوقت. وكان السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على رأس مستقبلي ضيوفه الكرام. تقرير النهارده، ويعني حفلنا ان شاء الله حفل طيب وحفل كريم. جمعيه رعايه الايتام هي جمعيه خيريه ترعى الايتام، وانشئت او تم تاسيسها في عام 2007 بجهود ذاتيه من اهل الخير ومن بعض رجال الخير، وبدات نشاطها برعايه الايتام والحالات المحتاجه والمستحقه والحالات الفقيره والمرضى والمحتاجين في كل المجالات الخيرية والطيبة. وطبعا هنستمع إلى كلمة من النائب الأستاذ مصطفى بكري ابن المعنى، فليتفضل. أولا بداية أود الترحيب بمعالي الوزير أشرف الداودي محافظ قنا، والأستاذ الدكتور نائب المحافظ، وكبار المسؤولين الذين شرفونا بالحضور اليوم. أن دور المجتمع المدني هو دور من الأهمية بمكان، وأعتقد أن لدينا حوالي 55,000 جمعية مجتمع مدني في مصر،
هذه الجمعيات دورها ينصب أساسا في تبني القضايا الاجتماعية والبيئية وكل ما يتعلق بالوطن جنبا إلى جنب مع الحكومة. أنا سعيد جدا أنا موجود النهاردة، يعني الحقيقة يعني وجود الأستاذ مصطفى بكري، وطبعا ده كاتب كبير وعظيم وشخصية عامة في الدولة له كل الاحترام، الواحد الحقيقة بيفخر إنه موجود في محافظة لنا، هو أحد أبنائها الحقيقة اللي الواحد بيفتخر بيهم وبيحبهم جدا. وطبعا يمكن برضو عايز أشكر طبعا الأستاذ أحمد بكري على مجهوده، هو متواجد معانا باستمرار، وطبعا الحاضر الغائب أستاذ محمود يعني برضو من الشخصيات المرموقة والشخصيات اللي الواحد بيحترمها. النهاردة في زيارتي الحقيقة للجمعية أنا الحقيقة يعني حسيت بفخر واعتزاز إن الجمعية فعلا بتأدي عمل جليل لأبناء البسطاء والمحتاجين. إن شاء الله تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أستاذ مصطفى يقدم الدرع لسيادة المحافظ. كاتب وباحث سياسي له مواقفه الثابتة والمبدئية، دفاعه عن المملكة هو دفاع ينطلق من أرضية واضحة ومحددة، يدرك تماما من هم الخصوم ومن هم الأعداء، يعرف تماما أن الحروب التي تشن على أكثر من اتجاه سياسي استراتيجي إنما تستهدف أمن المملكة واستقرارها، ولذلك تجد صوته عاليا في مواجهة الحوثيين، في مواجهة إيران التي تدعم الحوثيين، في مواجهة كل من يحاول النيل من المملكة، وعندما ينتقد من أي جهة ما يقول هذا لا يهمني، المهم أن ثوابتي المبدئية ومواقفي هي لخدمة وطني ولقيادة بلدي. معنا الدكتور مبارك العاتي، رجل له مواقفه، محلل سياسي، وبالتأكيد سنتطرق معه إلى كثير من القضايا الآنية والمستقبلية. دكتور مبارك أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى وبالزملاء، ونورت الرياض مع الدولة زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح. الحقيقة نتحدث من الرياض وبالقرب من ميدان القاهرة، بالضبط. هكذا هي العلاقة المصرية السعودية في تاريخها الحديث والقديم، ولكن دعني نبدأ من حيث معرض الدفاع العالمي الذي أقامته المملكة العربية السعودية ربما للمرة الأولى وبهذا الحجم، ما دلالة ذلك؟ بداية نرحب بكم مرة أخرى في عاصمة العرب الرياض، من الدولة الجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى، في زيارة مهمة جدا. معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الرياض في نسخته الأولى يعتبر من أهم المعارض نظرا للظرف السياسي الذي يعم العالم اليوم، ثم الصحوة الجديدة التي عادت للصناعات العسكرية وللتسليح الذي رأيناه جراء أزمة كورونا، والتي كانت حاضرة حقيقة في ردهات معرض الرياض للدفاع من خلال حرص كبريات شركات تصنيع الأسلحة وحرص كبريات الدول المصنعة والمصدرة للسلاح على التواجد في هذا المعرض. هناك ما لا يقل عن 75
دولة مصنعة، هناك ما يقارب 80 دولة كانت من الدول التي تعتبر من أوائل الدول في صفقات الأسلحة، هناك ما يقارب 300 شركة مصنعة، ناهيك عن شركات التصنيع السعودية التي بدأت في الزيادة. بمعنى أن معرض الدفاع الأول في نسخة الأولى في الرياض انعقد لعدة أمور، جاء تدعيم الاقتصاد الوطني السعودي في أولى أولويات هذا المعرض، نظرا لأن رؤية المملكة 2030 تقوم على توطين ما لا يقل عن 50% من الصفقات الدفاع السعودية، والحرص على أن تكون هذه الصفقات جزءا منها إما مصنعا محليا أو أن تكون الشركات المحلية شريكا أيضا في هذه الصفقات. الأمر الآخر أيضا أن معرض الدفاع وهو يعقد في مثل هذه الظروف السياسية أخذ على عاتقه المصالح الحقيقية للمملكة العربية السعودية. الأمر الثالث، حرصت المملكة العربية السعودية على قضية الابتكار في الدفاع، وهي النقطة التي ستراهن عليها المملكة العربية السعودية في الدفاع في تصنيع الدفاع، نظرا لأننا نؤمن بأن كثير من الدول سبقتنا في هذا المجال نستطيع اللحاق بهم وتجاوزهم في مسألة الابتكار، نظرا لاستثمار الدولة في خيرة أبنائها بإرسالهم إلى أعرق الجامعات. استثمرت ما لا يقل عن 500,000 طالب وطالبة ابتعثوا لأعرق الجامعات في أدق التفاصيل بل وفي التقنية. وهذه النقطة بالمناسبة يعني الليلة الماضية أيضا سمو ولي العهد دشنا المرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وفق أربع مراحل وفق أربع فصول، كان من ضمنها قضية الابتكار والتقنية. بمعنى أن المملكة العربية السعودية ستراهن على قضية الابتكار في مسألة الدفاع، علنا أن نكون من الدول المصنعة لحماية الأمن الوطني وحماية المقدسات وحماية أيضا المقدرات الاقتصادية. نحن قلب العالم الإسلامي ونحتضن أقدس بقعة على وجه الأرض، كما أن المملكة العربية السعودية تتربع على عصب اقتصاد العالم النفط. بكل تأكيد أن هذا يحتاج إلى ذراع عسكري قوي، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية قطعت شوط كبير ليأتي معرض الدفاع حقيقة ليثبت التوجه السعودي الجديد القائم على استخدام العلم والتقنية والاستثمار في العنصر البشري. دكتور، يوم الثلاثاء الماضي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد كبير بزيارة المملكة والتقى بالقيادة السعودية. أعتقد أن هناك كثير من القضايا المهمة، بعضها متعلق بالعلاقة المصرية السعودية وبعضها متعلق بقضايا المنطقة والتطورات الأخيرة في العالم. ما هو تقييمك لدلالات ونتائج هذه الزيارة؟ زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدت على علو التنسيق ما بين القيادتين الكبيرتين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدت على أن الرياض والقاهرة بالفعل هما صمام الأمان للأمن القومي العربي، وأن استمرار التنسيق وتواصل التشاور السياسي من شأنه حماية الأمن القومي العربي، من شأنه التصدي لمهددات الأمن القومي العربي، ومن شأنه أيضا وضع أطر وحلول أيضا للقضايا العربية. نحن على أعتاب قمة عربية مهمة في الجزائر، وأعتقد أن جمهورية مصر العربية وهي تحتضن جامعة الدول العربية تأخذ على عاتقها دائما إنجاح القمم العربية. بكل تأكيد أن فخامة الرئيس سيبحث الإعداد الجيد للقمة العربية في الجزائر مع أخي خادم الحرمين الشريفين. ثم أيضا وهي قضية أخرى مهمة، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه ملف العلاقات البينية السعودية المصرية التي شهدت تطورا كبيرا في المجالات التجارية والمجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والفكرية، ناهيك أيضا عن الاتفاقيات الأمنية والاتفاقيات العسكرية. أيضا بما أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى أخذوا على عاتقهم التصدي لويلات الإرهاب والتطرف الذي عانت منه كثيرا شعوبنا، و قطعوا شوط كبير حقيقة في تجفيف منابع الإرهاب، في اعتقادي بل أجزم أن قمة الرياض ما بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي ستأخذ هذا الملف على عاتقها لإيجاد مزيد من الدفع في هذا المجال. الملف الثالث وهو ملف مهم جدا في رأيي، أن جمهورية مصر العربية تشارك بل تشاطر المملكة مسألة الأمن القومي العربي ومسألة أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك تعهد دائم واضح وثابت ولم يتزحزح من الأشقاء في جمهورية مصر العربية حول الوقوف دائما مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي حيال
المهددات الأمن الخليجي ومهددات الأمن القومي العربي، سواء من النظام الإيراني أو سواء حتى من التنظيمات الإرهابية التي تعبث وتعيث في أمن الدول العربية من لبنان إلى سوريا إلى العراق وانتهاء باليمن. ولذلك هذه القمة بكل تأكيد يعول عليها الوطن العربي الكثير. ثم أيضا هناك ملف آخر وهو ملف مهم جدا تأخذ دائما القاهرة والرياض على عاتقهما، وهو حماية مصالح الأمة العربية حيال التحولات الجيوسياسية في المجتمع الدولي وحيال التطورات الذي يشهدها المجتمع الدولي، والذي آخره قضية أوكرانيا أو الغزو الروسي لأوكرانيا. بكل تأكيد أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية معنيتان حقيقة بتطورات هذا الملف وما سيحدث حقيقة من تغيرات في موازين القوى في المجتمع الدولي. ونحن نرصد حقيقة كمراقبين سياسيين أن هناك تغير في مسألة من يقود العالم وتخلصه من سياسة القوى الوحيدة والقوى الأوحد التي كانت تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. اليوم نجد أن هناك ولادة قوة جديدة، انبلاج حقيقة لوجود قوة جديدة، وإن كانت روسيا تكاد تكون هي حاملة مشعل هذه القوة، لكن في رأيي أن الصين أيضا هي الأخرى غير بعيدة عن هذا الملف، كوريا الشمالية غير بعيدة عن هذا الملف. وهذا يتطلب حقيقة من القاهرة والرياض أن تتصدى لمصالح الأمن القومي العربي لكي تكون حاضرة في رسم خارطة العمل السياسي والعمل الاقتصادي، خصوصا اليوم أن المملكة العربية السعودية أصبحت من الدول المؤثرة اقتصاديا وهي من ضمن مجموعة 20. ولذلك رأينا أن خادم حرمين الشريفين تلقى اتصال هاتفي من الرئيس بايدن، ثم سمو ولي العهد تلقى اتصال هاتفي من الرئيس بوتين، كما تلقى اتصال هاتفي أيضا من رئيس أوكرانيا. نعم. إضافة إلى اتصال من وزير خارجية الروسي وزير خارجية الأمريكي بسمو وزير خارجية. هذا مما يعني أن الحضور العربي المتمثل في المملكة العربية السعودية في رسم خارطة المشهد السياسي الدولي لا بد له من تعضيد من العاصمة الكبرى عاصمة القاهرة. ونعول على زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ستحدث مزيدا من الدعم، مزيدا من الدفع للعمل العربي لكي يكون حاضرا في رسم خارطة مستقبل المجتمع الدولي، ولكي نكون حاضرين وفاعلين ومؤثرين لحماية أمننا ومصالحنا وقضايانا. تحدثت عن أن الأزمة الأوكرانية الروسية بالتأكيد تطرقت إليها القيادتان المصرية والسعودية، ولكن كيف ترى تداعيات هذه الأزمة على عالمنا العربي؟ بكل تأكيد أن أزمة أوكرانيا أحدثت صدمة للمجتمع الدولي بأكمله، رغم أننا كمراقبين كنا نرصد هذه الأزمة، لكن التعامل السلبي من الجناح الغربي أو من الدول الغربية لقضية أوكرانيا هو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. هما تعاملوا بسلبية مع مصلحة أوكرانيا ولم يرعوا اهتماما بالمتطلبات الروسية، ولعل فشل اتفاقية منسك واحد وفشل اتفاقية منسك اثنين ثم التعامل السلبي حقيقة من الدول الأوروبية أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه من سلبية حقيقة. نأسف حقيقة لإزهاق أرواح المدنيين في أوكرانيا في أوروبا في أي مكان، لكن الخطأ كان واضح من الجانبين. ثم أيضا وهي نقطة مهمة جدا، في رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مارسوا الخذلان السياسي للرئيس الأوكراني وللشعب الأوكراني عندما علقوا له الجزرة ولم يستطع الوصول إليها، وذهب الشعب الأوكراني ومكتسبات ومقدرات الشعب الأوكراني ذهبت في جرة اللامبالاة من الجانب الغربي ومن الطموح الذي يمثله الرئيس الروسي لإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي. هذه النقطة. النقطة الأخرى أيضا في رأيي أن الرئيس بوتين قرأ المشهد السياسي الأوروبي وأن هناك خلافات أوروبية وأن هناك حالة ارتباك ما بين القارة الأوروبية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أيضا قرأ حالة الانعزال البريطاني من البريكس من الاتحاد الأوروبي، وقرأ أيضا ضعف سيد البيت الأبيض حاليا الرئيس بايدن متمثل في الرئيس بايدن، وكأني به يقول أن هذه أفضل مرحلة لتصحيح الأوضاع وحماية حدودنا الجيوسياسية.
أوكرانيا كلنا نعلم مدى قوتها اقتصاديا وعسكريا، لكنها ذهبت جراء الترغيب الزائف من الجانب الغربي، وأن الرئيس زيلنسكي لم يتعامل بواقعية مع طموح الرئيس الروسي، كان على الأقل يتطلب منه مزيدا من الواقعية، مزيدا من حماية مصالح الشعب الأوكراني، وأن يجلس على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي. نقطة أخرى أتذكرها الآن، وهو أن الجانب الروسي وجانب الأوكراني رأي في المملكة أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط، وأعتقد أن المكالمة التاريخية التي جرت بين الرئيس بوتين وسمو ولي العهد تطرقت لهذا المنوال، نظرا لأن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات معمقة ومميزة مع الجانب الروسي، كما أن لديها اتفاقيات تعاون مشترك مع جانب الأوكراني، وهذا أهلها حقيقة لأن تقوم بدور الوسيط، وأعتقد أن المملكة تملك أن تقوم بدور الوسيط نظرا لبعدها الجغرافي وبعدها السياسي، لكن هناك علاقات مميزة مع جانبين. في اعتقادي متى ما صدقت النوايا بين جوانب الثلاثة، الجانب الناتو وأوكرانيا وروسيا، في اعتقادي أن المملكة قادرة على تقريب وجهات النظر على الأقل، قادرة على تجنيب الشعب الأوكراني مزيدا من ويلات الدم وسفك الدم وحماية مكتسبات الشعب الأوكراني. من مصلحتنا كعرب أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب. انظر إلى القضية الفلسطينية، إسرائيل تضرب وتدمر وتسلب الأرض وتهود المقدسات، ومع ذلك لا يتعامل الغرب مع القضية الفلسطينية وفي مواجهة إسرائيل كما تعامل مع أوكرانيا الآن. بالفعل يعني ليس تشفيا في الجانب الغربي، وليس فرحا بغزو روسيا بأوكرانيا، لكن نرى في هذه الأزمة ولادة أمل جديد للمجتمع الدولي، للدول المكلومة، للدول المظلومة. يعني لا أخفيك سرا بأن القوى الغربية تفرعنت كثيرا حيال قضايا المنطقة، تعاملت باللامبالاة مع قضايا الوطن العربي بما فيها القضية الأساسية، القضية الفلسطينية، حتى اليوم لم تشهد أي حل حقيقي، بل هناك تبني للكيان الإسرائيلي. أي قضية ترعاها الأمم المتحدة نحن نعلم أنها لن يكتب لها النجاح بحكم السيطرة الغربية على المنظمات الدولية، ولذلك رأينا أن المملكة العربية السعودية تصدت لأمنها القومي في اليمن، ولم تتوقف كثيرا أمام المجتمع الدولي أو أمام ضغوط المجتمع الغربي، بل هي تصدت لصالح الأمن القومي العربي وقطع اليد الإيرانية من أن تتغول إلى خاصرتها في جنوب الجزيرة العربية. هذه النقطة. النقطة الأخرى بالفعل أن ولادة قوة دولية في المجتمع الدولي من شأنها أن توجد قوة متوازنة في المجتمع الدولي، من شأنها حقيقة قد تولد من جديد قضية دول عدم الانحياز وتعود لأن تستقوي من جديد، ولعل الأشقاء في مصر كانوا قد قاموا بدور كبير في عدم الانحياز. نعم، وأعتقد أننا على اعتاب حقبة جديدة يشهدها المجتمع الدولي. بكل تأكيد أن القضية الأوكرانية لن تتوقف أمام هذه التطورات. أنا كمراقب سياسي أقرأ بأن قضية أوكرانيا ما هي إلا العتبة الأولى لتغير المجتمع الدولي. روسيا تعامل الغرب معها باللامبالاة، ولذلك رأينا أنها اليوم تعود بقوة، لديها اقتصاد قوي، لديها صناعات، لديها رؤية سياسية واضحة، ولديها استقرار سياسي واضح، تمتعت بعلاقات بنيت على مدى طويل، استخدمت سياسة النفس الطويل لتقوية أمنها الداخلي، رأينا حالة استقرار في الداخل الروسي، ثم رأينا حتى الجمهوريات في آسيا الوسطى اليوم باتت تدين بالولاء القوي للدب الروسي، وهذا أهل روسيا حقيقة لأن تنطلق من قاعدة صلبة عماد حماية المصالح الروسية. لذلك أقول أن الأزمة في أوكرانيا لن تكون هي الأخيرة، بل ربما تفتح شهية الروس لأن يواصلوا حماية أمنهم الجيوسياسي حدودها في أوروبا. لا أقول أنها ستتهم أوروبا أو ستتهم جمهوريات البلطيق الثلاث، لتوانيا واستونيا أو الجمهوريات البلطيق الثلاث، لكني أقول أن أوكرانيا ما هي إلا مفتاح لتغير كبير. لعلي أعيد التذكير حقيقة بقضية العلاقات الأوروبية المرتبكة، حتى أن الموقف الألماني كان قد تأخر في حسم أمره، مما يعني أن الخارطة السياسية في أوروبا ستتغير. المجر أيضا، بالضبط المجر، حتى إيطاليا أيضا كان لديها رؤية أخرى. قضية توقف خطوط الغاز الروسية
كانت حاضرة ولا تزال حاضرة حقيقة في رسم المشهد السياسي، ولا تستبعد الأطماع الأمريكية الاقتصادية في تعطيل خطوط الغاز الروسي. وكلنا نعلم اليوم أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أطماع في بيع الغاز الأمريكي بأسعار مرتفعة، عندما عطل خط الغاز القادم من الجزائر من أفريقيا عبر الجزائر إلى أوروبا وأبقي على خط واحد. نحن نعلم أن هذا ممارسة ضغط على القارة الأوروبية، لذلك نقول أن أوروبا أمام أعتاب مرحلة جديدة ربما تشهد حالة تفكك. أنا غير متفائل حقيقة بمستقبل القارة الأوروبية أنها ستكون أقوى، بل على العكس في اعتقادي أن القارة الأوروبية ستكون الخاسر الأكبر في عملية التدافع الروسي الأمريكي. ستكون أوروبا هي ميدان الصراع، ستشهد أوروبا مزيد من التقسم، مزيد من التشرذم بسبب تدافع المصالح الروسية الأمريكية، وبسبب أيضا التفكك أو حالة اللا ثقة ما بين الدول الأوروبية. دكتور، الملف اليمني رغم كل المبادرات التي تقدمت بها المملكة وبعض دول الخليج الأخرى وآخرها مقررات الرياض، ولكن ما زالت الأمور محل كسر. الحوثيون مصممون على انتهاك كل القوانين الدولية ورفض كل المبادرات التي تدعو إلى السلم وتدعو إلى إنهاء الحرب، ومع ذلك المجتمع الدولي لا يزال يتأمل المشهد دون ما تدخل، بل إن إدارة بايدن عندما جاءت رفعت اسم الحوثيين من المنظمات الإرهابية المحظورة. بالفعل، وهذا إثبات ما تفضلت به الدكتور مصطفى قبل قليل وكنا نتحدث فيه، وهو أن الجانب الغربي كان يتعامل مع قضايانا، مع قضايا المنطقة العربية، باللامبالاة أو بالتأجيل والترحيل، بل إنهم بكل أسف اعتبروا اليمن الشقيق دولة طرف غير معنية، ليست في عمق الاهتمام العالمي وليست في صلبها الاهتمامات الغربية، ولذلك كان التعامل يعني غير جدي، وهذا ما دعا المملكة العربية السعودية لأن تنتصر لأمنها الوطني وتنتصر لأمن المقدسات وتنتصر للأمن الوطني الأمن القومي العربي ولصالح الشرعية اليمنية، ومناصرة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وعودة الدولة الوطنية على كامل التراب اليمني وحماية استقرار ووحدة اليمن الشقيق وحماية الممرات المائية وحماية منطقة جنوب منطقة البحر الأحمر. هذه نقطة. النقطة الأخرى وهي الأهم، كلنا ندرك حالة العداء الإيراني للعالم العربي، حالة الحقد الإيراني حقيقة على الدم العربي بأكمله وليس على السعودية، والصراع الذي يجري اليوم دائما أكرر عبر قناة صدى البلد وعبر القنوات المصرية وعبر قنوات كافة بأن الصراع الحقيقي هو صراع فارسي عربي وليس صراعا إيرانيا سعوديا، بل المملكة عندما تصدت لليد الإيرانية في اليمن هو لنيابة عن العالم العربي. الأمر الآخر أيضا وهو يحسب للأشقاء في جمهورية مصر العربية هي الوقفة الصادقة حقيقة مع الحق العربي من خلال وقفتها مع المملكة في التحالف العربي، أيضا دعمها للقرار السياسي والقرار السيادي اليمني. وقفة الأشقاء في جمهورية مصر العربية مع التحالف العربي ومع اليمن أيضا لا تزال منشودة، ولذلك رأينا أن المملكة تنطلق من موقف قوي جدا لأنها قد تسلحت بموقف عربي موحد من خلال جمهورية مصر العربية ومن خلال مجلس التعاون الخليجي ومن خلال بقية الدول، ولذلك نحن على اعتاب انفراجة في الملف اليمني. هناك عودة للزخم العسكري من خلال القوات المشتركة، من خلال أيضا عمليات التحرير التي نفذتها قوات ألوية العمالقة في الجنوب والتي حررت في ظرف 240 ساعة محافظة الشبوة ومأرب وهي الأهم. أيضا الزخم العسكري في الشمال اليمني المحاذي للحدود السعودية، ورأينا عملية التطهير التي تحدث في حجة وفي الجوف وفي كل مناطق الشمال المحاذي للحدود المملكة. لذلك نقول أن الملف اليمني يشهد انفراجة عسكرية، كما أنها أيضا تشهد انفراجة سياسية مع وجود مبادرة السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس الماضي وأكملت عام، ولا تزال هذه المبادرة مطروحة لكل الأطراف اليمنية دون استثناء بما فيها التمرد الحوثي متى ما آمن بالدولة الوطنية ومتى ما نفض يده من النظام الإيراني ومن أي قوة خارج إطار الإقليم اليمني، ومتى ما آمن بأن يتحول إلى حزب سياسي مقبول كبقية الأحزاب اليمنية. أيضا وهي نقطة مهمة جدا، اتفاق الرياض التاريخي أو اتفاق الرياض الشهير الذي نجحت المملكة في إبرامه
بين الفصائل اليمنية، في اعتقادي أنه وضع خارطة الطريق لمستقبل اليمن بعد تحريره، وأعتقد أن اتفاق الرياض بالفعل سيكون حاضرا في مجلس النواب اليمني دائما، لأنه مثل طوق نجاة للفصائل اليمنية، ربما بعد التحرير يكون حاضرا للبحث من جديد، ولأنه استمرارا لمعطيات ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وبكل تأكيد أننا عندما يكمل التحالف العربي مشروعه في تحرير اليمن سيتداعى الأشقاء اليمنيين إلى طاولة المفاوضات لرسم مستقبل الجمهورية اليمنية ورسم مستقبلهم اليمني، رسم أيضا حدود اليمن بكل تأكيد. وسيكون التحالف العربي بقادة المملكة العربية السعودية ومعاضدة الأشقاء في الإمارات وفي جمهورية مصر العربية داعمين لخيارات الشعب اليمني. ولكن دكتور، يعني زيادة الهجمات الصاروخية التي تنطلق من الحوثيين في الجنوب، ونحن نعرف من الذي منح ومن الذي يدير بالأساس سواء في مواجهة المملكة أو في مواجهة دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا أيضا، إلى أي مدى يمكن بالفعل أن نقول أن هذه الأمور بالتأكيد يعني التي جاءت في تقديري بعد انتصارات شبوة ومأرب وغير ذلك من الأمور، فأدرك الحوثيون أنه لا خيار أمامهم إلا إطلاق هذه الصواريخ، كيف يمكن مواجهتها باعتبارها جرائم حرب ترتكب ضد بلدين شقيقين؟ أولا دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن العبث الحوثي عبر الاعتداء عبر الحدود على الحياة المدنية في المملكة العربية السعودية وفي أبوظبي، بل واستهداف الحياة المدنية في الداخل اليمني في مخيمات النازحين في مأرب، جاء نتيجة للنجاحات العسكرية التي حققها التحالف العربي وتحرير معظم المحافظات، ليقول أنني لا أزال موجود. أنا أشبهها برفسة الثور قبل الوفاة، وهذا يثبت حقيقة أن الحوثي ليس جديرا بأن يكون شريكا في سلام، وهو لا يملك لا قرار حرب ولا قرار سلام، وما هو إلا مخلب في يد إيران، وهذا كل الدول العربية تعلم هذه الحقيقة. النقطة الأخرى أيضا هو أن الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ بعيدة المدى التي يمتلكها هذا التمرد الحوثي، والذي أطلقها على الكعبة المشرفة على الحرم الشريف في منتصف رمضان الماضي، ما هو إلا أداة إدانة للنظام الإيراني الذي لا يزال يتبنى هذه التنظيمات الإرهابية ولا يزال يختبئ خلف التنظيمات الإرهابية في قتاله للدول العربية، سواء في اليمن سواء في العراق. اليوم ما يقل عن 67 تنظيم إرهابي في العراق عامل لصالح كتنظيمات ولائية لصالح النظام الإيراني، أو في سوريا عبر ألوية الزينبيون والفاطميون، أو حتى في أذربيجان الذي لتو انولد تنظيم إرهابي جديد اسمه الحسينيون لخلخلة استقرار أذربيجان، أو حتى حزب الله الإرهابي الكبير الذي حقيقة هو اليد الطولة والذراع للنظام الإيراني. كل هذه التنظيمات لا تزال إيران تختبئ خلفها لقتال العالم العربي، لأنها لا تريد أن تدخل في صراع مباشر، ولا تملك حقيقة تملك أن تدخل في صراع مباشر. وهذا يلقي بمزيد من المسؤولية على الدول العربية. أعيد التذكير بالتحالف العربي الرباعي الذي قام بدور كبير جدا لصالح درء أخطار التنظيمات الإرهابية، سواء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي أو حتى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات. في اعتقادي أن الدول العربية اليوم تملك أن تكون أداة قوية ضد التنظيمات الإرهابية بكافة أنواعها العابر الحدود التي عاثت فسادا وسعت لخلخلة أمن الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، لولا تضافر الجهود العربية معها، ومن ثم شهدنا حالة التعافي الكبرى والنهضة الكبرى التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جمهورية مصر العربية، والتي حقيقة ألقت بظلالها على حالة تعافي شاملة تشمل الوطن العربي. لذلك نقول أن الأمن القومي العربي متداخل، ما يحدث في اليمن حقيقة هو مؤثر بكل تأكيد في الجزيرة العربية ومن ثم في الشمال الأفريقي ومؤثر في بقية الدول العربية. نحن نقول أن المملكة العربية السعودية وهي تتصدى للتمرد الحوثي، هي تتصدى لمشروع إيراني كبير، وهي تتصدى لمشروع لتفتيت الدول العربية وتقسيم الدول العربية، وأعتقد بل أجزم أن المشروع الذي تقوده المملكة العربية السعودية قائم
على حماية الدولة الوطنية، وقائم على حماية مصالح الشعوب العربية، ثم أيضا قائم على استثمار مقدرات العالم العربي أو الثروات الاقتصادية وأمنه، بل وثروات الرئيسية العنصر البشري. ولذلك رأينا رؤية المملكة 2030 القائمة على استثمار الثروات وعلى استثمار الإنسان وعلى استثمار الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية. فاصل إعلاني ثم نعود مرة أخرى. دكتور مبارك، تحدثت عن الدولة الوطنية، ونحن نعرف هناك أن هناك مخططات لإفشال الدولة الوطنية بحيث يكون بديلها هو ما يسمى بشرق أوسط الجديد، يقوم على الدولة الطائفية والكنتونات العرقية. هل استوعب العرب دروس ما بعد ما سمي بالربيع العربي، وأنا أسميه الربيع العبري؟ أنا أسميه موسم التثوير العربي الذي مارسته إدارة الرئيس أوباما وما قبل أوباما ثم ما بعد أوباما. النقطة الأهم دكتور مصطفى هو حالة الوعي لدى الدول العربية المفيدة. لا نعول كثيرا على العالم العربي بأكمله، أنا أحب أن أتحدث بشكل واقعي. نعول على الدول العربية المفيدة، لدينا جمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى، لدينا المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، العديد من الدول العربية التي بدأت في التعافي، في اعتقادي أنها قادرة على تكوين موقف عربي واحد وقادرة على الانتصار لصالح الوطن العربي وأمن الوطن العربي. ولذلك رأينا التجريم الذي عم العالم العربي ضد تنظيم الإخوان المسلمين، وهو مثل حالة وعي كبيرة قادتها القيادات السياسية والقيادات الفكرية والقيادات الإعلامية في الوطن العربي. انتصرت الدول العربية لصالح أمنها الوطني ولصالح أمنها القومي. هناك أيضا حرص من القيادات السياسية على إعادة تنظيم علاقاتها مع القوى الكبرى بناء على أمنها الوطني. ورأينا حقيقة أن المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤيتها 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كانت حاضرة في رسم خارطة المستقبل العربي، بل وإعادة تقييم علاقات المملكة العربية السعودية والكتل الخليجية حول ما كان يعرف بسياسة الحليف الأوحد التي كانت تعطل كثيرا من خطط النماء العربي. اليوم رأينا أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تعديد سلة تحالفاتها، تمكنت من إقامة علاقات متوازنة ومعمقة مع كل القوى الكبرى، وهذا حقيقة هو انتصار للأمن القومي العربي ضد حالة التثوير أو حالة التطويف والطائفية التي نشرت آنذاك في العالم العربي والتي استغلها النظام الإيراني آنذاك للتمدد في المساحات الفراغية وفي المناطق الرخوية التي انتشرت في العالم العربي. سوريا يعني لم تكن إيران لتتغول فيها إلا جراء حالة التثوير التي شهدتها الدولة السورية، لم تكن إيران لتتغول وتتوغل في العراق لولا حالة انهيار الدولة الوطنية وحالة الطائفية التي اجتاحت العراق. أيضا في اليمن لم تكن إيران لتصل إلى اليمن إلا بعد موسم التثوير الذي شهدناه وأسقاط الدولة النظامية وأسقاط النظام آنذاك. نحن لا ننتصر للأنظمة الفاسدة، لكننا ننتصر للدولة الوطنية ولصالح الأمن القومي العربي ولصالح شعوب الدول العربية. ورأينا حقيقة أن الرياض والقاهرة ومعها بقية الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في إعادة الأمن والاستقرار للدول العربية. بالمناسبة يعني كان مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي انعقد أمس الأول في سوريا أخذ على عاتقه مراجعة الأمن الوطني والأمن القومي العربي والنجاحات التي تحققت، وهذه النجاحات حقيقة لم تكن لتتأتى لولا وجود وعي في الشعوب العربية ولولا وجود وعي وعمل في المؤسسات الفكر والجامعات في العالم العربي، ولولا وجود وعي وعمل أيضا في مؤسسات الإعلام العربي التي أصبحت أذرع لصالح متخذ القرار السياسي والذي قائما حقيقة على قوة القرار السياسي السيادي العربي الذي أصبح حاضرا في رسم مستقبل الدول العربية شيئا فشيئا. ثم رأينا أن حالة النماء والرخاء الاقتصادي الذي بدأ يعم في مصر وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفي الشمال الأفريقي
أصبحت تلقي بظلالها على حالة الاستقرار في الدول العربية، لتتحول الدول العربية دولا جاذبة للاستثمار. ولعل مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في الرياض مؤخرا، والذي شهد ما لا يقل عن 120 دولة، حضور 120 دولة، ناهيك عن آلاف الشركات التي توافدت للاستثمار داخل المملكة، ما هو إلا مؤشر حقيقة على حالة التعافي. أيضا ما يحدث في جمهورية مصر العربية من حالة نهوض اقتصادي كبير، العاصمة الإدارية جديدة، مشاريع قناة السويس، المشاريع السياحية في الشمال المصري، يعني أصبحت هذه الورش الاقتصادية والثورة الاقتصادية التي تشهدها دولنا مثلت طوق نجاة ضد ما سمي بالتثوير والتطويف الذي مورس ضد العالم العربي. النقطة الثالثة حقيقة هو أن الدول العربية أصبحت تعي المخططات التي رسمت من كبريات الدول، من العواصم التي تكالبت حقيقة على الأمن القومي العربي. ولعل يعني ما يحدث مؤخرا من خطب ود الكتلة الخليجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا في أزمة أوكرانيا لهي دليل حقيقة على عودة القرار العربي وعودة الصوت العربي وعودة الاستقرار العربي وعودة النماء العربي. كل هذه الأمور حقيقة جاءت نتيجة لجهود عملية وعلمية بذلتها دولنا العربية، وحالة انتشاء من جديد وحالة انتصار لصالح الدولة الوطنية العربية. وأجزم حقيقة أننا قطعنا شوط كبير في العالم العربي، هناك إعادة للتنظيمات، كثير من التنظيمات في الداخل العربي التي تمكن الفرد العربي من الانتقال للعمل داخل دولة عربية، الانتقال بالهوية الوطنية. اليوم لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي بإمكان المواطن الخليجي أن ينتقل من مسقط إلى الكويت بالبطاقة الوطنية، هناك الربط الكهربائي ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، هناك الربط السكك الحديدية ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، أيضا هناك جسر الملك سلمان الذي سيربط ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ليربط ما بين قارة آسيا وقارة أفريقيا، لتتحول المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية منصات للاستثمارات ما بين القارات الثلاث. بكل تأكيد أننا نشهد حالة طفرة اقتصادية وحالة نماء وحالة الاستقرار بعدما عرف بموسم التثوير الذي تجاوزناه بحكم الوعي لدى الشعوب العربية. دكتور مبارك، الفن، الثقافة، المسرح، حقوق المرأة، ربما هي مصطلحات غريبة عن المجتمع السعودي، تؤكد أن هناك ثمة رؤية مختلفة. ماذا عن دور المثقفين في الدفاع عن ثوابت المجتمع السعودي وفي نفس الوقت التطور الحاصل في هذا المجتمع؟ بالضبط دكتور مصطفى، في حديث سمو ولي العهد لمجلة The Atlantic قال كلام مهم جدا عندما قال أن مشاريع المملكة العربية السعودية ليست مستنسخة من أي مشروع كان، بمعنى أنها نبعت من احتياجات المجتمع السعودي. مشروع تمكين المرأة الذي تشهده المرأة السعودية نبعت بحكم احتياجات المجتمع السعودي وبحكم تقبل المجتمع السعودي وبحكم التطور العلمي الذي شهدته الجامعات السعودية. اليوم ما لا يقل عن 7 جامعات، هي من أعرق من أكبر 100 جامعة على مستوى العالم. وهذه الطفرة العلمية والطفرة الثقافية والطفرة الفكرية الذي تحدث جاءت اعتماد المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية كمنهج حكم وأسلوب عمل، واحتضان المملكة العربية السعودية لأقدس بقعة على وجه الأرض الكعبة المشرفة، واحتضان المملكة العربية السعودية لمهبط الوحي ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ألقى بظلاله على متخذ القرار بأنه راعى كل هذه المتطلبات الدينية ومتطلبات الشرعية في رسم ما يحتاجه المجتمع السعودي فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياحيا. اليوم عندما تقوم المملكة العربية السعودية على استثمار موقعها الجغرافي والجيوسياسي وحتى الطبوغرافي والديموغرافي المتعدد، بكل تأكيد أننا سنستثمر في العلا ذات الطابع التاريخي، المتحف التاريخي المفتوح. بكل تأكيد
حضارات وحقب تعاقبت على هذه المنطقة، حق طبيعي للمملكة أن تستثمر في هذه المنطقة. عندما تفتتح المملكة على سبيل المثال مدينة نيوم وهي المدينة الأذكى على مستوى العالم، عندما تفتتح المملكة مدينة ذلاين التي تعتمد الوسائل الطبيعة بعيدا عن المركبات، بكل تأكيد أن هذه من الابتكار الجديد الذي سنته المملكة العربية السعودية ولم تستنسخه من أحد. عندما تطور المملكة العربية السعودية منطقة الدرعية وهي المنطقة التاريخية التي شهدت حقب تاريخية طويلة، بكل تأكيد لم يسبقنا أحد لهذا المشروع التراثي والثقافي والتاريخي. عندما تطور المملكة العربية السعودية منطقة وسط جدة، بكل تأكيد أننا لم نستنسخ هذا المشروع من أي قوة كانت، من أي دولة كانت، بل نحن من انفرد بهذه المنطقة. ولذلك نقول أن حالة الرخاء الذي تشهده المملكة فكريا وثقافيا وسياحيا أخذت على عاتقها القواعد الصلبة التي بنيت عليها أساسات ومنهج المملكة العربية السعودية الممتد لأكثر من 300 عام. اليوم المملكة العربية السعودية بالمناسبة للتو احتفلنا بيوم التأسيس في 22 فبراير لتؤكد أن المملكة العربية السعودية ليست دولة طارئة على التاريخ ولا طارئة على الجغرافيا، بل هي ضاربة في جذور التاريخ الممتد لأكثر من 3 قرون. ناهيك عن تاريخها الإسلامي في مكة والمدينة ومناطق مدائن صالح، العلا، الشمال الغربي، كل هذه المناطق، ناهيك عن بقية مناطق المملكة، الأخدود في نجران، إضافة لمنطقة وسط نجد، الشرق المملكة العربية السعودية. يعني تعددت المصادر التاريخية في المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت رؤية المملكة العربية السعودية على استثمار ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من موقع جغرافي، وما تتمتع به المملكة العربية السعودية من تاريخ، وما تتمتع به المملكة العربية السعودية أيضا من تنوع ثقافي ومن تنوع المجتمع، تنوع اللهجات أيضا. يعني ما بين أقصى الشمال الغربي في شمال تبوك إلى أقصى الجنوب الشرقي في المملكة العربية السعودية في شرورة، هناك تنوع كبير جدا، فهذا قائم على استثمار هذا التنوع وهذا التعدد. لذلك رأينا حالة التطور الكبير الذي شهده موسم الرياض السياحي. اليوم بات لدينا وزارة للسياحة، بات لدينا وزارة للثقافة، باتت لدينا 60 هيئة ثقافية، ناهيك عن الهيئات بقية الهيئات الاقتصادية والسياسية والتصنيع العسكري والتصنيع الحربي والأمني، ما بالك أن يوجد ما لا يقل عن 75 هيئة فكرية وثقافية وإعلامية. بكل تأكيد اليوم أن أصحاب القلم وأصحاب الفكر وأصحاب الثقافة هم شركاء للدولة في رسم هذا التنوع الثقافي وفي تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وجعلها حاضرة على أرض الواقع بقيادة سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان. وأصبح المجتمع السعودي حقيقة يسابق مع القيادة لهذه التطورات وهذا التقدم الذي نشهده اليوم. ما لقى عن 75% من التركيبة الديموغرافية للمجتمع السعودي هم في ريعان الشباب الذي استثمرت فيهم المملكة العربية السعودية. اليوم ابني وجاري وكل ابنه في أرقى جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، في اليابان، مرورا بكل الدول المتقدمة. جمهورية مصر العربية أيضا لدينا العديد من أبنائنا الذين ابتعثناهم للدراسة في الجامعات المصرية. بكل تأكيد أننا نشهد حالة طفرة، حالة نماء علمي وثقافي وديني دون أن نتخلى عن المسلمات والأصول التي قامت عليها المملكة العربية السعودية. دكتور، سؤالي الأخير عن أسعار النفط. أنت تعرف الآن نتاج الأزمة أن أسعار النفط تقفز، ذكرنا بعام 2008 وقبل ذلك. الحقيقة صدرت تصريحات من روسيا تقول أن النفط قد يصل إلى 300 دولار للبرميل إذا ما استمرت الأحوال أو إذا ما فرض حظر على النفط الروسي. كيف ترى هذه الأزمة؟ في اعتقادي أن المملكة العربية السعودية نجحت في انتشال أسعار الطاقة العالمية عندما ضغطت عليهم جائحة كورونا، ثم استغلتها الدول المتكسبة في أزماتنا وأوصلوا أسعار النفط إلى الماينس عندما كانت ناقلات النفط تجوب موانئ العالم ولا تجد من يستقبلها لتخزينها. أنا ذاك لم ينتصر أحد لنا سوى المملكة العربية السعودية، انتصرت مع الأصدقاء الروس لوضع
أوبك بلس التي أخذت على عاتقها انتشال أسعار الطاقة العالمية لصالح المنتج ولصالح المستهلك، وكانت هذه في متناول الجميع. حرصت المملكة العربية السعودية على مصالح المنتجين وحرصت أيضا على مصالح المستهلكين، وأخذت على عاتقها مصالح الدول الأقل حاجة أو الأكثر فقرا. وثم لتأتي أيضا أزمة أوكرانيا التي ضغطت على الاقتصاديات العالمية والتي أثرت حقيقة على أسعار الطاقة العالمية وجعلتها ترتفع بشكل مريع حقيقة. ما أجزم به أن مجموعة أوبك بلس لا يسرها أن تصل هذه الأسعار، أن تصل الأسعار إلى هذه المستويات، بل على العكس المملكة العربية السعودية وأوبك وأوبك بلس حريصة على أن تكون أسعار الطاقة في متناول الجميع، لأن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع مزيد من السلع. لكن هذا لا يعفي القوى الغربية عن مسؤولياتها تجاه الاستثمار في مجالات الطاقة. كانت المملكة العربية السعودية قد نادت كثيرا للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بأن تستثمر في مجال الطاقة، لكن إيمان الحزب الديمقراطي بقيم بالية أصبحت من التاريخ ولا يزال يتمسك بها هو ما أوصل سوق الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المستويات، هو ما أوصل أوروبا حقيقة إلى هذه المستويات من الاعتماد الكبير على الغاز الروسي. النقطة الثانية أيضا أن قارة أوروبا أيضا تعاملت بعنصرية كبيرة جدا حول مسألة البترول، عندما هرعت لفرض ما أسمته بضريبة الكربون على 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 النفط العربي، إلا أن المملكة العربية السعودية تنبهت وبذكاء كبير جدا وعقدت قمم الطاقة الخضراء، قمم الرياض الخضراء، قمم الشرق الأوسط الأخضر، الذي أخذ على عاتقه أيضا الاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة البحار، المياه الزرقاء، الكربون الأخضر، كربون دارب. كل هذه كانت حاضرة حقيقة في ذهن المخطط السعودي، لأنه يعلم أن الاقتصاديات العالمية تقوم كليا على الطاقة، لتتحول المملكة العربية السعودية هي المصدر الأول لكافة أنواع الطاقة، سواء الوقود الأحفوري النفط أو الغاز أو الطاقة النظيفة الطاقة الخضراء. وهذا حقيقة يثبت حسن ورجاحة القرار السعودي الذي أدرك أن المجتمع الدولي يتحول سريعا لاستخدام العلم واستخدام التقنية لصالح هذه الطاقة. مسألة ضغط أوكرانيا حقيقة والأزمة الأوكرانية على أسعار الطاقة وتلويح الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بفرض عقوبات على النفط الروسي، في اعتقادي أنه انتحار من الجانب الغربي عندما يضغط أو يفرض مثل هذه العقوبات سواء على الغاز الروسي أو على النفط الروسي. في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب أوروبا بهذا القرار، لأن المعاقب والمعاقب باتخاذ فرض عقوبات على روسيا هو مؤثر، بمعنى أن القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عندما تفرض عقوبات على روسيا هي تعاقب ذاتها أيضا. نعم. نظرا لأن الاقتصاد الروسي اقتصاد قوي. صحيح. واقتصاد مؤثر، ولذلك على متخذ القرار الغربي أن يدرك أن الشعوب الأوروبية والمصالح الأوروبية اليوم ستكون أول متأثرين بالقرارات التي تفرض على النفط وعلى الغاز الروسي. لا إيران قادرة ولا فنزويلا قادرة ولا ليبيا قادرة على تعويض الغاز الروسي. أيضا المملكة لديها التزامات تجاه منظمة أوبك بلس ولن تفرط في هذا الاتفاق التاريخي. في اعتقادي أن لدى المملكة التزامات تجاه كل الدول وتجاه المجتمع، وإن كانت قادرة لكن لدينا التزامات. بكل تأكيد أن المملكة من أوفى الدول لقراراتها ولما تم التوصل عليه، ولذلك حتى وإن وصل الرئيس بايدن للرياض إلا أن التزامات أوبك بلس ستكون حاضرة. لدينا مصالحنا، أنا كمراقب سياسي في اعتقادي أن المملكة العربية السعودية تسعى لحماية مصالحها الوطنية وحماية مصالح الأشقاء والأصدقاء أيضا في منظمة أوبك ومنظمة أوبك بلس، وليس معنى أن زيارة واحدة كفيلة بتمييع الخلافات، بل على العكس لدينا مطالب
على الجانب الأمريكي أن يستمع إليها، وعلى الجانب الأمريكي أن يلبي هذه المطالب. المملكة العربية السعودية كما قلت ليست دولة طارئة، دولة مؤثرة، دولة منفذة. لدينا مطالب لأشقائنا ولأصدقائنا. إذا كان الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم مصالح يسعون لتحقيقها، أيضا الكتلة الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية لديها مصالح تسعى لحمايتها ولصالح تحقيقها. ونحن على اعتاب اتفاق 5+1 الاتفاق النووي الإيراني، الذي أيا كانت نتيجته فلن تكون لصالح المنطقة، بل هي نتيجة غزل أمريكي إيراني. في اعتقادي أن عندما تعجل واشنطن بهذا الاتفاق لصالح الإفراج عن النفط الإيراني، في اعتقادي أنها لن تفلح في هذه الناحية. أوبك بلس قادرة على إدارة سوق النفط وفقا لمصالحها، وفقا لمصالح المنتجين والمستهلكين. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر الباحث والمحلل السياسي دكتور مبارك العاتي على هذه الرؤية الموضوعية تجاه كثير من قضايانا الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا أستاذ مصطفى والمشاهدين الكرام. شكرا لكم، أحييكم من الرياض، ونلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.